بولاية شمال دارفور كارثي بعد 15 ابريل، وادى الى تازم الموقف نتيجه لاستضافه عدد كبير من النازحين من جنوب دارفور والولايات الاخرى ومدن السودان المختلفه. وهنالك عدد من النازحين في المحليات المختلفه، وهنالك فجوه كبيره برغم التدخلات التي تمت من جانب الحكومه ومن جانب المنظمات الدوليه. ونتمنى من المانحين مزيد من الدعم حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار الانساني. سيرا على الأقدام لمسافات طويلة، تمكنت روعة من الفرار هربا من طلقة طائشة قد تخترق جسدها وتقضي على جنين تحضنه بين أضلعها، من مدينة واد مدني بولاية الجزيرة إلى مدينة بورت سودان بولاية البحر الأحمر، رحلة تكبدتها روعة كرها وهي في شهرها الثامن. يوم الضرب أنا كنت في مدني، في سوق مدني جوا. من هناك طلعنا مسافة برجلنا لحد جينا الكوبري، بعد جينا زي الساعة 3 كده قالوا الكوبري مقفول. انتظرنا لحد قريب المغارب فتحوا الكوبري، قمنا ركبنا جينا البيت، لقينا لنا حاجة وصلتنا لحد السوق جنب الحلة كده، وقمنا بعد ده وصلنا بكرايننا. بعدها زمن جيت كان ناس البيت في البحر، فاتوا الشفاء، ضرب كان شديد، فاتوا البحر. قمت دقيت عليهم تليفون، قاموا جو البيت. تاني يوم بيتنا من الصباح، الدانات دي بتقع بغادي ليل. وتواجه نساء السودان الحوامل في ظل الحرب المستعرة مخاطر انعدام الرعاية الصحية وشح الأدوية، فيما لا تزال الآلاف منهن محاصرات في مناطق أخرى بالخرطوم وكردفان ودارفور وولاية الجزيرة. الفيتامينات والكالسيوم والحاجات دي موجودة، لكن طبعاً بس التكلفة عالية شوية بالنسبة لهم، بالذات الناس النازحين ديل بيكون ما يعني الموضوع صعب عليهم شديد. في شركات أدوية بتحاول توفر لنا فري سامبل، لكن ما بتكون بنسبة عالية يعني. منظمة اليونيسف تقول إنها تقدم المساعدة لنحو نصف مليون من السيدات الحوامل والأطفال حديثي الولادة، أكثر من 100,000 منهن بمخيمات النزوح. بخصوص نزوح الأمهات الحوامل في الوقت الحالي، ما زالت الأمهات تنتقلن من مكان إلى آخر. نحاول أن نبذل أقصى ما في وسعنا لدعمهن. هناك بالفعل إمدادات موجودة في واد مدني، وهي متاحة لتوفير الخدمات المنقذة للحياة لهن. رغم ذلك فإن نحو 160,000 امرأة حامل تواجه مخاطر الجوع وانخفاض مستوى الرعاية الصحية الأولية، مما يهدد حياتهن، وهو ما يقوله تقرير لجنة أطباء السودان المركزية. مي المهندس، الحدث،